اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الموضوع ديال اليوم الاخوان غادي نهضروا شويه على التكيال ديال العلف. يعني الانسان شي بدا كيل العلف وكيل البال، يعني يجمع في الوقيته ديال الحصاد يبدا يجمع البال ويجمع العلف، يشري من هنا ولقط من هنا وجيب وبني وقاد وصوب ورجل الامور. المهم الاخوان، النصيحه اللي نقدمها لكم هي الانسان اللي ما عندوش كوري مزيان، يعني غادي تجيب الباله وتدخلها وتحطها وتلقاها مزيانه، نهار اللي يحتاجها يجبدها يلقاها مزيانه مريقله كيما حطها كيما غادي يهزها. حتى الى كيل حتى الى جمع ماشي مشكل، ولكن الا تقول غادي نشري البال دابا راه داير 30 درهم ولا 25 درهم، نشري 200 ولا 300 ولا 100 ولا 400، داكشي اللي تنحتاج في العام كامل ونجيبو ونبنيه بالميكا ونخليه يدوز عليه العام، فهذه الاخوان طريقه يعني راك غادي تخسرنا حماد. بالنسبه للعلف للبال لاي حاجه، حتى العلف الا كنتي غادي تشريه وتدخلو لواحد المكازا ما عندكش فيها ما مقداش مزيان، كون على يقين غادي يجي البال يجي الفار ويدير لك غزاوه يقضي فيك الغرض. هذه الاخوان تجربه طحت فيها هذا الشيء باش قدمنا لكم هذه النصيحه هذه. والان انا نتواجه باش غادي نجيب شويه ديال البال، كنت كيلت من العام الفايت كاين شي حاجه شرينا بالثمن، شرينا ب 700 600 800 باش نشري البال غير ديال الثمن، ولكن في التالي الاخوان يعني دازت عليه تقريبا عام، فاش جينا البال تحتاني لقيناه كامل خاسر، تقريبا غادي يمشي واحد 10 حتى 15% غادي تمشي تخسر، باش تضرب الحساب تلقى داك البال راه مقيوم عليك بالثمن. الا كان تقام عليك ب 30 درهم راه غادي تقام عليك بواحد 45 درهم ولا 50 درهم. انا من الاحسن وقفتي على 15 20، سير شريها داكشي اللي دايره في السوق وتوكل على الله، وكلها وتوكلها مزيان وتشري وتلقط حاجه مزيان، لان انت فاش غادي تمشي تشري واش غتشري حاجه عيان؟ راه ضروري غتلقط حاجه زوينه، تقلب على حاجه اللي تاكلها الغنم، حاجه ما تكونش دايزه فيها العموليه وبزاف ديال الحوايج. الاخوان داك الحل ديال الميكا شويه صعيب شويه، خاطر الا كان حداك كنتي تطلع عليه يوميا تقطعات الميكا تردا عليه، حنا هنا بعيد شويه حطيناه ما حتى الطريق باش توصل ليه شويه مكرصه شويه، يعني الا تقطعت غير الميكا صافي تيبقى هو داك متعرض لكل شيء، متعرض للشمس متعرض للشتاء متعرض لكل شيء. وتبارك الله عليكم الاخوان وتحياتي للجميع، وتعليقكم ديالكم الاخوان ان شاء الله غادي نقراوها ونجاوبوا عليها كامل، والله ميسر، تحياتي للجميع.